عزينا ليكوا والبقاء لله ويصبركوا. يعني احنا متاكدين ان انتوا في قارب جديد. عايزين نعرف منك نرجس، يعني احكي لنا كل حاجه على نرجس. والله نرجس بنت وحيده، امها وابوها طبعا كنت متوفى من حوالي 3 شهور. اول حضرتك خالها؟ خالها ابراهيم، خالها المهندس ابراهيم، خالها الكبير، يعني هي لها 3 خلان. فهي وحيده امها، تعتبر دلوقتي وحيده امها، وهي عيله من ضمن يعني ناشئه يعني في لوحدها، ملهاش اخوات، وحيده ملهاش اخوات، فهي وحيده في التعليم، وكانت شغاله يعني كانت بتشتغل صيدلانيه بقى لها حوالي 9 سنين، يعني من اولى اعدادي او ثاني اعدادي هي يعني الله يرحمها، هي ثالثه حقوق يعني في جامعه حلوان، كان فضل الله يوم الاربعاء اللي بعد الجاي اخر ماده، فسبحان الله بقى ما فيش نصيب وربنا اختارها سبحان الله. يعني كنت عايز اعرف منك، هي قبل ما تتوفى انا كمان عرفت ان باباها توفى لسه من 4 شهور او 3، من 4 شهور والدها توفى من 4 شهور، وهي اصلا تعتبر مسؤوله وهي صغيره، يعني مسؤوله عن البيت، مسؤوله عن نفسها وساعات عن والدتها بقى بعد باباها. طبعا انت عارفه ان الدخل بيقل وكده، فهي تعتبر هي من غير دخل، هي بتحب تبقى منطلقه، يعني حتى لما كانت اما اختارت اللي هي تخش في حكايه الكوره دي بمجهودها وبفلوسها، لان حاجه هي حبيتها، ووالدها الله يرحمه ووالدتها ربنا يكرمها ويصبرها خلوها ليه، عشان هي يعني قالوا الرياضه احسن من اي حاجه تانية، يعني كانوا بيشجعوها انها الحاجه اللي بتحبها تروحها، يعني هي بتتعب، فالتعب اللي هي بتتعبه ده تعتبر تفريج عن نفسها، يعني انها تروح مع اصحابها وتشجع كوره والكلام ده، يعني الكلام ده بقى له حوالي 8 سنين مش من امبارح ولا بس. فهي الله يرحمها تعتبر يعني من بنات الجامده اللي هي بتستحمل وتحب الانطلاق، لانها هي تبقى وحيده ما فيش حد في البيت معاها، يعني والدها عمره مثلا كان 69 سنه ووالدتها يعني 58، ففي فرق في سن في الفكر والكلام ده، فهم كانوا بيسيبوها على اساس ان هي ملهاش اخوات وكده، مش عايزين يزعلوها، بيسيبوها تعمل اللي هي عايزاه طالما البنت واثقين فيها والبنت مؤدبه وجميله. دي ما كانتش بتسلم على الصبيان، يعني هي كانت في الجروب ومع الاولاد بتوع النادي، ما فيش يعني امبارح في واحنا بنعمل الاجراءات بتاع الخروج بتاع الخارجه، زمايلها راجعين معاها في العربيه بيقولوا لي والله يا عمو دي ما بتحبش تسلم علينا، يعني السلام عليكم بتحس تتعامل مع راجل مش بنت بقى اللي هي بتخرج وتروح النادي سايبه، لا هي بتحب كده، بتحب تعمل دي، بتحب والناس كلها بتحبها، انا شايفه ما شاء الله العزاء الله اكبر عليها، ومصر كلها مصر كلها كانت بتعزيكم. نرجس الله يرحمها يعني ايه ما فيش حد ما بيحبهاش، يعني انا ما شفتش حد ما بيحبهاش، وكل ما تعمل حاجه لازم تتصل بيا اخر وهعمل كذا كذا، يعني هي كانت بتفكر تعمل عمره، تخيلي سالتني المكاتب ده امتى؟ يعني قبل ما تموت حوالي 4 5 شهور، تقول لي انا يعني هحاول اشوف يعني جمعيه او بتسمع عن العمر اللي هي مقصتها، فانا يعني عرفتها على الطريق وقلت لها ما تيجي تنوي انا هبقى معاكي، مش نفسها تطلع تعمل عمره قبل ما توفى، نفسها تعمل عمره، الكلام ده يعني من سنه ونص فكرت كده، ومن 4 شهور بالذات بعد والدها ما توفى الفكره زادت عندها، فهي بقت تنزل يعني بعد ما والدها توفى بشهر كده كثفت شغلها، صيدلانيه بالليل الصبح الساعه 2 والساعه 4 صيدليه ثانيه، انت فاهمه يعني، انت فهمت يعني شغاله عيله في جامعه وبتروح الجامعه، بتروح الكليه وبتشتغل شغلانتين، بتروح تمتحن يعني هي يعني قبل يعني يوم الاربعاء اللي هو اللي قبل العيد كان في فرنساوي عندها فرنساوي امتحنته وفاضل ماده اخيره يوم الاربعاء اللي هو اللي جاي،
تصحى الصبح الساعة 8 أو 7 ونص عشان تروح الصيدلية، تيجي الساعة 2 أو 1 ونص تاخد شاور تشطف تغدى تروح الصيدلية، ترجع الساعة 11 تيجي تقعد على النت مع أصحابها، في مراجعات تراجع، مفيش مراجعات، الجروب بقى تخش على الجروب وهكذا بقى. يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت بتفرغ بيها عن نفسها هي كورة، يعني يوم ده سبب حبها للكورة، يوم الأهلي بيكسب يعني هي تعتبر كسبت كل حاجة. ويوم ايه سبب حبها للأهلي؟ مش عارف، يعني والدها الله يرحمه زملكاوي وما زملكاوية، بس هما مش زملكاوية، يعني الناس اللي هي بتتخانق على الكورة، لا الأهلي كويس يا بنتي، بحيث اللي هي اللي بتعمله ده مش غلط، هي بتشجع طبعا الفريق اللي بتحبه. وبعدين زميلاتها كانوا كويسين، يعني كانوا بيجوا لها البيت وعارفينهم ويعملوا جروب، ويعني كانت في المحله ماتش المحله اللي فات ده، كانت في المحله مع الجروب بتاعها، وحتى والدتها الله يرحمها بقى يوم الماتش ده. ايوه انا عايزه اعرف بقى يوم الماتش ده ايه اللي حصل. هي صحيت قالت لوالدتها انا عايزك تفتكريني كويس قوي، لان انا مش هبقى لك على طول، مش انا مش اعدالي. كانت حاسه يوم اللي راح النادي ما قالت لها اقعدي ما تروحيش تتفرجي هنا، فالمهم قالت لها لا انا اروح بس حاجزه في القطر، ولا اقول لك انا مش هروح في القطر. قامت راح قالت لها مش مهم هخسر 65 جنيه بتوع القطر، قالت لها في داهيه ما تروحيش ولا قطر ولا خليكي خالص، مش قلبها حاسس، مش عايزاها تسافر. هي اما يكون ماتش في السلام عادي، في سبورتنج في الاستاد يعني ساعه هتبقى في البيت، انما الماتش هيتلعب 7 وفي برج العرب، وعقبال ما هتيجي الساعه 2. هو مش مشكله، بس احنا يعني في حته شعبيه، لا احنا في حته شعبيه، الناس مش هتعرف ان دي بنت كانت في ماتش جايه الساعه 2، وممكن ايه الناس تفكر ان هي بنت سايبه مثلا، لا هي بتحب الكوره. فهي ونورهان بقى الله يرحمها، نورهان زميلتها اللي توفت معاها، رجعوا التذاكر بتاعه القطر وراحوا مع الاتوبيس في النادي، بس فراحوا وهم راجعين بقى حصل اللي حصل بقى. بس هي كلمت والدتها بعد الماتش ما خلص، يعني احكي لي اللي حصل. الماتش خلص انا في الطريق قبل ما تطلع على الاتوبيس بقى، وكلمت صحابها وانا في الطريق، حتى والد نورهان اما قابلته في الاجراءات بتاعت الدفنه قال لي نورهان مكلماني الساعه 9:10 9:30، وقالت لي انا بابا انا خارجه دلوقتي والاتوبيس بعدي عشان اطلع الاتوبيس، وركبوا الاتوبيس فعلا. فالشهود بقى الجماعه اللي احنا ما كناش معاهم، يعني هم ركبوا الاتوبيس. طب ايه اللي حصل؟ لف بيهم، ده بقى القصه دي بتاعت السول اللي هو كان بيأمن في الماتش، السول في النيابة العامة، النيابة بتاعت الدخيلة، كان قاعد معايا بيسألني، يعني أنا بسأله بقول له، قال لي والله ما في حاجة، ده هو الأتوبيس الناحية التانية وهو مروح الراجل هو واقف، فالبنتين تقريبا نزلوا عشان يشتروا حاجة، استأذنوا بقى من المشرف. يعني هما ركبوا الأتوبيس خلاص، الأتوبيس اتحرك، بس هما قالوا ينزلوا يشتروا حاجة مثلا للطريق الناحية التانية، الكوبري اللي هو بتاع العمريه ده، كوبري نازل كده على العجمي، في كوبري تحت الكوبري، الاتوبيس واقف ناحيه، هم عدوا اول تعديه، تاني تعديه لقوا العربيه، وهم بيعدوا لقوا العربيه، فالوفاه جت تقريبا في اللحظه لحظتها. السول ده خدهم هو واخ معاهم القطر من اللي هو المشجعين، ودوهم المستشفى، بس هم كانوا متوفين. وصلوا المستشفى متوفين؟ وصلوا المستشفى متوفين، اللي هو بتاع المشرحه انا سالته قال لي دول احنا بنقول اللي هم، يعني للدرجه دي العربيه كانت ماشيه بسرعه انها تموت الاثنين؟ طريق سريع صحراوي، فاحنا ما كناش موجودين عشان نحكم هو ماشي ازاي ولا هم عدوا ازاي. الخبر جالكوا ازاي؟ الخبر جالنا ازاي؟ كان الساعه 11 وربع تقريبا، هو اخويا قاعد معاها يعني في البيت، فبيقلب لقى صورة نرجس ونورهان، وقرا خبر عرف ان في وفاة، ده عرف عن طريق الانترنت. فالمهم في حد قال لي طب انا هتصل بنرجس، اتصلت بنرجس رد عليها الضابط بتاع اسم الدخيله تاني،
قال لها هو معاها كان ورقه معاها ورقه من الاسم، كانت البطاقه بتاعتها كانت ضايعه وعامله مذكره فقد كانت ماشيه بيها. قرا الاسم قال لها في مذكره فقد معايا بنرجس حسن محمد، اسم نرجس صلاح حسن محمد، توفت، يا ريت تيجوا عشان تعملوا الاجراءات وتاخدوها. بدانا نتحرك بقى، ما عرفناش يعني الخبر نزل على مامتها يعني. لا ده صعقه، مش خبر، مش على مامتها بس، انا كنت في الهرم استنوني عقبال ما رحت عشان نروح المستشفى يعني، لغايه امبارح الساعه 9 بالليل واحنا في الموالده يعني، لغايه دلوقتي يعتبر. بس فهي جت سبحان الله وربنا اختارها، وهي بنت كويسه جدا الله يرحمها، عروسه في الجنه، عروسه في الجنه. 20 سنه يعني، 20 سنه شقيانه من صغرها، مش هايفه يعني، عيله مش هايفه، او متربيه في مدارس فرنساوي يعني، مصروف عليها مدارس الفرند الفرنساوي. البنت حست ان هي يعني في مصاريف تصرف عليها، نزلت تشتغل من غير ما حد يقول لها، صيدليه واثنين وثلاثه، لغايه ما بقت بتكلمي دكتوره، مش عيله في حقوق، وهي بتشتغل يعني عشان تبني نفسها هي. يا ماما خليكي في حالك، انا ببني نفسي، ولو احتجت حاجه انا برضو مش هقول لك، انا هبني نفسي، هشتغل مره واثنين وثلاثه. بس في حد من الاهلي، من نادي الاهلي تواصل معاكوا؟ حد من علاء العقيد، علاء تقريبا مشرف عام النادي، كان موجود امبارح عند المستشفى وتابع معايا واحده واحده يعني، لحظه بلحظه، وجهزوا كل حاجه، ولغايه اما جينا هنا. عرفنا كمان ان تركي آل الشيخ حاول يتواصل معاكم ويكلم، هو تقريبا نزل نعي احنا قريناه، بس ممكن يكون اتصلوا بوالدتها، بس انا ممكن في استاذ احمد عباس بتاع الاخبار تقريبا قال ان المستشار تركي الشيخ بيعزيكوا وهو مش هيسيبكوا يعني. كنت بتقول ان في ناس ابتدوا يكلموا على البنت ويلموا فلوس عليها والكلام ده كله، في قنوات بقى كتير يعني، من قبل ما نسجل هنا بحوالي ساعة ونص يعني قبل العزاء. دي حاجة مضايقاك، انا عايزة احكي بقى للناس ايه اللي مضايقك. بتوع القنوات اللي هي مش معروفة بياخدوا الحوار، وفي ناس بقت تلم فلوس للبنتين ان هم عليهم فلوس وجمعيات، واحنا الكلام ده مش مظبوط، بنت ما عليهاش حاجه خالص، واكيد صاحبتها برضو ما عليهاش حاجه خالص. وبداوا يعملوا بقى امبارح طول الليل حمله لما تبرعات، دي غير حقيقيه، دي واحنا ما نعرفش مين كمان يعني، ناس مش معروفه اصلا لينا، هم يعرفوا نفسهم بقى، في ناس بتدفع وفي ناس اللي هو بيتاثر بالحدث بيدفع للشيطان طبعا. بس انت مالكوش اي علاقه بالحاجات دي كلها، وانت بتكذب كل الكلام. احنا لو هم عايزين فلوس يعني ربنا يهديهم، ربنا يهديهم، دي سرقه مقنعه. احنا مقدرين الموقف يعني، عشان كده احنا جينا، ويعني امبارح كذا حد جه برضو عشان يعمل لقاءات، وكان في ناس من الشرطه واقفين وقالوا لنا اي حد يضايقكم احنا موجودين. شايفه الشرطه ما شاء الله يعني معاكم في كل الاوقات. امبارح والنهارده، امبارح كان ليه عامل شغل كويس جدا، امبارح كان اكتر يعني. النهارده محمد بيه واقف من قبل الصوان، وامبارح كان ما جينا من الجنازه انا كنت شايف، بس انا ما اعرفهمش لان الناس كتير، بس انا يعني انا اعرف شكلا اللي هو الاستاذ خالد مرتجي وكذا واحد كده يعني، بس انا عارفهم، والاستاذ خالد والكابتن خالد بيبو يعني، انا اللي انا شفتهم، بس انا كنت يعني جاي تعبان. انا في الاخر عايز اقول لك ان مصر كلها ترحمت على نرجس وكلهم بيحبوها، ترحمت على نرجس ونورهان، دي حقيقه، لان هو الاولاد ما عملوش حاجه، عرايس في الجنه، عرايس في الجنه ما عملوش حاجه غلط، هو هوايه حبهم للنادي بتاعهم، في هوايه هم بتشبع رغبتهم، الهوايه دي هم بينموها بقى حسب طريقتهم، ربنا يصلح حالهم كده. ربنا يعينكم والبقاء لله، ويا رب يجعلها اخر احزان وقلبنا اكيد معاكم. امين يا رب، امين. شكرا يا بنتي.